هي صلاة الغائب يقيمها سكان مدينة سورابايا الأندونيسية على أرواح ضحايا حادث تحطم الطائرة الماليزية التابعة لشركة طيران آسيا، والتي تحطمت أثناء رحلتها من المدينة باتجاه سنغافورة. مع استمرار عمليات البحث لاستعادة جثث ضحايا الحادث واستمرار جهود التعرف على أصحاب هذه الجثث لتسليمهم إلى أهاليهم، بدأت فرق بحث أخرى متعددة الجنسيات توسيع نطاق البحث عن حطام الطائرة في قاع المياه قبالة ساحل جزيرة بورنيو، مستخدمين أجهزة متطورة ومعدات بحث خاصة كأجهزة رصد الأصوات تحت الماء، حيث قالت الوكالة الفرنسية المختصة في تحقيقات حوادث الطيران إن فريق خبرائها سيركز على رصد أي إشارات صادرة من الصندوقين الأسودين، لكن السلطات الأندونيسية قالت إنها ستتولى الإشراف على كل مهمات البحث المتعلقة بالصندوقين. مهمة البحث عن تسجيلات الرحلة أي الصندوق الأسود ستقوم بها اللجنة الوطنية لسلامة النقل، والتي بدأت عملها بالفعل من على متن السفينة كلادايا. حتى الآن استعادت فرق البحث سترة نجاة وأحذية خاصة بالركاب، إضافة إلى مخرج باب الطوارئ للطائرة، بينما لا تزال ظروف الطقس القاسية تشكل عائقاً لجهود البحث الرامية لاستعادة عشرات جثث ضحايا الطائرة التي كانت تقل على متنها 162 شخصاً.